أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. دائما وأبدا كان الجنود محرقة الحروب، لذلك كان الجيش المغربي النظامي يعتمد على القبائل الموالية للمخزن من أجل تكوين جيش قوي، وهذا الجيش قوامه عقد تحالفات مع القبائل القوية والموالية له. وابتداء من سنة 1912 ودخول المستعمر الفرنسي والإسباني، بدأت عمليات تحديث الجيش المغربي بشكل كبير وتطعيمه بالعتاد والسلاح والتدريبات الضرورية، مع الإبقاء على شيء أساسي هو اختيار الجندي أن يكون ببنية جسدية قوية، ولكن مستواه الدراسي لا شيء. تلكم هي قصة خرخاش، الجندي الأمي الذي وجد نفسه مشاركا في انقلاب 10 يوليوز إلى جانب 1300 تلميذ. من يكون هذا الجندي المقاتل الشرس؟ ولماذا كان يعتمد عليه الكولونيل محمد أعبابه؟ ولماذا كان لصيقا به؟ وما هي الأدوار التي أداها خلال انقلاب 1971؟ ولماذا أثار ضحك الجميع أثناء المحاكمة العسكرية؟ ابقوا معنا لمعرفة الكثير من التفاصيل. كيف يكون الجنود وهم المحرقة الأولى في هذا الانقلاب؟ كل ما يعرف عن خرخاش أنه من مواليد العشرينيات من القرن العشرين، شارك في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الجنود المغاربة، وكذلك مشاركته في الحرب الهند الصينية الهندوشين رفقة عقة حروش والعديد من الجنود المغاربة الذين أصبحت لهم خبرة طويلة في خوض الحروب. البعض منهم التحق بجيش التحرير، بينما قسم كبير منهم التحق بالجيش المغربي، ونظرا لخبرته الطويلة تم إلحاقه مدربا مساعدا في مدرسة هرمومو، وكان من بين المدربين الأوائل في هذه المدرسة، وكان معروفا عليه الصرامة في التدريبات الشاقة والتعامل بخشونة كبيرة مع المتدربين وتطبيق الأوامر وتنفيذها بصرامة كبيرة وبحذافيرها، لذلك كان محط انتقاد من طرف الجنود المتدربين نظرا لهذه الممارسات المتسمة بنوع من العنف والغلظة. وحينما عين محمد عبابو مديرا لمدرسة هرمومو العسكرية، وجد الشاف خرخاش ببنيته القوية وتجربته الطويلة وحسه الفكاهي وكذلك سذاجة وأميته، انضاف إليه عنصر آخر يشبهه في هذه المميزات، وهو لجد شاف عقة حروش. هذا الثنائي يعني عقة حروش بالإضافة إلى خرخاش جعل منهما محمد عبابو ركائز لبناء مشروعه. وبعد توسيع المدرسة بشكل كبير لتستقبل في السنوات الموالية أزيد من 1400 تلميذ دون إخبار القيادة العامة، مستغلا تجربة يعني محمد عبابو مستغلا تجربته العسكرية بمجموعة من المناطق بأكادير الرباط الحاجب ووجدة. عمل كل من خرخاش وعقة حروش على نهب الخشب والإسمنت والعديد من الأشياء والقيام بمن العديد من الأشياء التي تخرج خارج نطاق المدرسة وخارج نطاق القانون، وألزم الجنود بعمليات توسيع المدرسة وعمليات البناء والردوخ
للأوامر التي لا تناقش، وكان خرخاش بصوته الجهوري وعق حروش بهيئته الطويلة يثير الخوف في الجنود وفي نفسياتهم من بعيد. من هنا سيبدأ فصل جديد في إعداد هؤلاء الجنود لخوض تجربة الانقلاب دون دراية منهم، باستغلال سذاجتهم وكذلك خوفهم من يعني خوفهم الشديد من تطبيق الأوامر، ومن كذلك من هم أعلى منهم مرتبة. لذلك سيبدأ هذا الفصل فصل جديد، فصل الانقلاب. ابقوا معنا. وجد خرخاش نفسه إلى جانب الكولونيل محمد عبابو وسبعة ضباط وجنود تم اختيارهم بشكل دقيق وبشكل كبير من طرف الكولونيل محمد عبابو لهذه المهمة الأساسية، يعني مهمة الانقلاب. لا يعرفون سوى الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر. فقط كانت إيماءات صغيرة من محمد عبابو ليبدأ أوابل من أعيرة النيران في كل الاتجاهات، سواء بالقصر الملكي أو باقتحام الإذاعة الوطنية أو باقتحام كذلك وزارة الداخلية أو بالقيادة العامة. كان خرخاش إلى جانب عق حروش أداتين طيعتين في يد محمد عبابو، يعرفان فقط تنفيذ الأوامر والإذعان لها بشكل كبير. في مشهد يتسم بالكثير من السذاجة والغباء، كان المساعد الأول خرخاش في بداية الانقلاب مزهوا بنفسه وبفرحة لا تعد، جرى مبتسما لجمع أنبوب ضخم كان يستعمل في سقي ملعب الغولف بالقصر الملكي. جمعه الرجل ووضعه في سيارته على أمل نقله فيما بعد إلى المدرسة العسكرية بهيرمومو، فهي تحتاج لهذا الأنبوب. من هنا يمكن إبداء ملاحظة أساسية، أن الرجل لا يعرف المهمة التي يقوم بها، أو لا يعرف المهمة الخطيرة التي أنيطت به. كان يعتقد أنه في نزهة عسكرية، قتل أمام عينيه أزيد من 100 شخص، وجرح في هذا الانقلاب أزيد من 130 شخصا. بعد نهاية الانقلاب سلم الشاف خرخاش نفسه وهو منزو في أحد أركان القيادة العامة، محاصرا بعدد من الجنود وهم يوجهون صوبه أسلحتهم الرشاشة، وهو في حالة من الاندهاش والذهول. مشهد ثاني أظهر فيه شاف خرخاش سذاجة كبرى وهو يقدم شهادته أمام المحكمة الخاصة. قال أنه لم يدخل الجيش سوى من أجل الحريرة والجميلة. في إحالة ضمنية إلى وضعه الاجتماعي الهش وفقر أسرته، وأضاف بعفويته أنهم علموه كيف يواجه مواجهة عسكرية مباشرة في القتال، ولكنهم لم يعلموه إطلاقا كيف يقيم انقلابا عسكريا. وصرح أنه كان يعتقد أن موقع المناورة كان محطة القطار أضرب عمالها قبل أن يتصور أنه أمام معمل لتصبير الطماطم، لما رأى الدماء وأشلاء الأجساد. وأضاف باكيا بعد أن واجهته المحكمة بتصريحات الضباط والجنود الذين كانوا معه أنهم يتكالبون ضده،
نظرا لقسوته معهم في التدريب، وكان ينكل بهم بأمر من محمد أعبابه. وأضاف أن أعبابه كان يرسلني لجمع الماتريال ديال الدولة ونجيبو للمدرسة باش نبنيو. وختم قوله أنه ما كانش عارف أش فراس لي زوفيسي، أنا ما عارفش. ولم تتوقف قهقهات الحاضرين في المحكمة وضحكاتهم من متعالية، وخرخاش يحكي قصته الطويلة في الهند الصينية. رغم أميته وسذاجته، نال الشاف خرخاش أحكاما قاسية إلى جانب قادة الانقلاب، نظرا لما ارتكبه من أفعال مشينة في نظر المحكمة في انقلاب 10 يوليوز 1971. خلاصة القول، دأبت الدولة المغربية على يعني بعد الانقلاب، سواء قبل الانقلاب أو بعد الانقلاب، دأبت الدولة المغربية على تجنيد جنود من الأسر المعوزة من القرى البعيدة ومن ومن المداشر النائية ومن أعالي الجبال ومن ركام الفقراء، فقط بشيئين أساسيين: أن يكون هذا الجندي يتميز بشيئين أساسيين، بنية جسدية قوية ولا يفقه أي شيء، يعني بدون معرفة، مع الانصياع التام للأوامر والطاعة العمياء، وهي قاعدة أساسية بني عليها الجيش المغربي. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا، كل المنى، شكرا لتواصلكم، لدعمكم، لتعليقاتكم، لتنبيهاتكم، لتوضيحاتكم، ولدعمكم المستمر للقناة وإلى هذا المحتوى. ألف تحية وسلام، كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.